نتطلع إلى إقامة ماراثون البحر الأحمر، ماراثون أيلة بعين التفاؤل. إن شاء الله سيكون هنالك حجم كبير من المشاركة الأجنبية والعربية والأردنية، وأعتقد أنه التنظيم أيضا سيكون على مستوى عالي ورفيع. فندعو من خلال تلفزيون الرؤية جميع الأردنيين والأردنيات المحبين للرياضة أن يزوروا مدينة العقبة في موعد 2/12 للمشاركة في السباق. وكما قلت أثناء المؤتمر هنالك فعاليات كثيرة ممكن المشاركة فيها، 42، 21، نصف الماراثون، في هناك 10 كيلو، وفي 4.2 كيلو. ففعاليات كثيرة لكل أنواع الرياضيين في المملكة الأردنية الهاشمية، فندعوهم جميعا للمشاركة. قام الاتحاد بدعوة كافة الاتحادات العربية للمشاركة بهذا السباق، وكذلك الاتحادات الأسيوية والاتحادات الدولية، وكان هناك ردود من قبل الاتحادات الإفريقية أكثر إشياء من أجل المشاركة، وكان السؤال عن الجوائز المقدمة للفائز بالمركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث، لأنه الجوائز هي تحفيزية بتساعد أو بتشجع المشاركين أنهم يشاركوا بالسباق من أجل الحصول على جوائز قيمة، سواء كانت مادية، أكيد الجوائز راح تكون، وكذلك من ناحية معنوية بيحدد ذلك عدد المشاركين، مستوى المشاركين بالسباق من العدائين. احنا صحيح عملنا التجهيزات الكاملة يعني مع سلطة العقبة، طبعا صار في ترتيبات واجتماعات حتى مع عطوفة محافظ العقبة كمان، اخر ترتيبات يعني الان ان شاء الله كل شيء جاهز يعني، بس طبعا نضل الشغلات يعني شغلات كتير خفيفة يعني، إن شاء الله أنه نكون نهينا خلال أهل الأسبوع هذا، نكون نهين كل شيء ونكون جاهزيتنا تامة كاملة إن شاء الله.